الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ولي العهد السعودي ومراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. مدبولي يؤكد الحرص على سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مقتل 4 لبنانيين في غارات إسرائيلية على الجنوب، ومسؤول أممي يعلن تأييد مجلس الأمن الدولي لبقاء قوات اليونيفيل في لبنان. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. صفحة جديدة للعلاقات المصرية السعودية بقمة يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة. اليوم يمضي البلدان خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، حيث تمثل الرياض أحد أبرز المستثمرين في الاقتصاد المصري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر. وكان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الدولية. هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية. أجريت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. هذا ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
بين البلدين الشقيقين وعدد من الملفات السياسية والإقليمية والدولية، وذلك بناء على العلاقات الاستراتيجية العميقة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية. للمزيد مشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد علي حسن. سيد محمد، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا فندم. زيارة تأتي في توقيت هام وتوقيت حرج، امتدادا للعلاقات المصرية السعودية الرسيخة والتي تمتد إلى تاريخ طويل ما بين العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأسر وأواصر التعاون ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. إلى أي مدى يمكن أن ترتقي هذه العلاقات، وبالفعل هي علاقات استراتيجية، وفي هذا التوقيت بالتحديد سيد محمد؟ في الحقيقة الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية، تأتي في وقت يعني نشهد ما يحدث في المنطقة من أحداث ومتسارعة، وأيضا ما نشهده من يعني صراعات في المنطقة واتساع دائرة الصراع، بالإضافة إلى أن هناك توافق للرؤى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف القضايا الإقليمية، ونشهد حراكا من قبل القيادة السياسية المصرية و القيادة في المملكة العربية السعودية سواء كانت إقليميا أو دوليا لحل هذه الأزمات والصراعات خاصة منذ بدايتها. العلاقات المصرية السعودية طبعا علاقات ممتدة منذ ما يقرب من 100 عام، علاقات قوية على جميع الأصعدة كما أشرت حضرتك في بداية اللقاء، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإقليمية والاجتماعية وجميع الملفات، بالإضافة إلى أن الزيارة تأتي في توقيت يعني نتحدث عن القضية الفلسطينية، هناك توافق في الرؤى ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية. هناك مبادرات من المملكة العربية السعودية، هناك مبادرات وجهود حثيثة من جمهورية مصر
العربية في هذا الشأن. بمناسبة تطوير أو تطور العلاقات، هناك طفرة تشهدها العلاقات ما بين مصر والسعودية خلال السنوات العشر الماضية. شهدنا تطورات هائلة وشراكات عديدة في ملفات مختلفة ما بين مصر والسعودية، وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتعاون ما بين والشراكات ما بين الوزارات في مصر والوزارات في والهيئات في المملكة العربية السعودية. وجدنا دفاعات من مصر عن مواقف للمملكة العربية السعودية، وأيضا دفاعات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمواقف من مصر في قضايا عديدة. أيضا على المستويات الاقتصادية تشهد العلاقات طفرة غير مسبوقة ما بين مصر والسعودية. الأرقام تتحدث، يعني إذا استعرضنا بعضها. لو تأذن لي سيد محمد، لنا وقفة في العلاقات المصرية الاقتصادية بشكل محدد، وأود أن أتحدث معك عن مجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقديما قالوا أن لا يمكن للعرب أو لا يمكن لمصر أن تستغني عن العرب، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية، والعكس كذلك. أيضا هي جسر العروبة ونبض الأمتين العربية والإسلامية في مجمل العلاقات ما بين مصر والسعودية. كيف يمكن نرتقي بهذه العلاقات لأن تكون علاقات استراتيجية وفي المقدمة، بل وفيها خصوصية كبيرة كما عهدناها ما بين مصر والمملكة؟ بالفعل توجد خصوصية كبيرة للغاية بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية. وطبقا للإحصاءات والبيانات الرسمية بين البلدين، فالعلاقات السعودية المصرية يمكن أن نقول أنها نموذج يحتذى به في التعاون العربي الوثيق. والتعاون بين البلدين يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة. دعنا نقول أيضا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار جنيه خلال عامي 2022 و2023 في آخر إحصائية موثقة ما بين التبادل الاقتصادي بين البلدين. أيضا التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز الملامح الاقتصادية بين القاهرة والرياض في السنوات الأخيرة. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل ملحوظ للغاية، ليبلغ في النصف الأول من العام الجاري 2024 قرابة 8 مليار دولار، بارتفاع يعادل 41% مقارنة بالنصف الأول من 2023. هناك أيضا منتجات عديدة يمكن أن تكون هي في الميزان التجاري بين البلدين، نذكر منها المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها. وأبرز السلع المصدرة هي أيضا النحاس ومصنوعاته من قبل السلع المصرية التي تصدرها للمملكة العربية السعودية، وأيضا المملكة العربية السعودية تصدر لمصر سلع أخرى. أيضا الاستثمارات من الجوانب الحيوية التي يمكن أن نتحدث عنها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعد تجاوز تقريبا 8000 شركة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق 3000 شركة. وهذا عدد كبير، يعني إذا تحدثنا من الناحية الاقتصادية في علاقة بين بلدين في نفس المنطقة، فهو عدد كبير جدا من الشركات، يوفر فرص عمل من لأبناء الشعبين، يوفر أيضا مساعدات لوجستية ما بين الدولتين، يعزز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مما يعزز ويرفع طموحات وأفق جديدة لتعاون اقتصادي ما بين البلدين، لا سيما في الاقتصادات الجديدة التي لا سيما سمعنا عنها أو بدأت بالفعل بين دول متقدمة. وبالطبع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الدول المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ولهما تجارب عديدة في اقتصادات
اقتصادات مثل الاقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة، وهذا ما شاهدناه في الأعوام الماضية، وهذا ما تم استعراضه من قبل القيادة السياسية في مصر في الفترة التي نظمت فيها مصر مؤتمر المناخ الذي كان تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عامين تقريبا. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي حسن، وهي بالفعل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات المصرية السعودية تتميز بالبناء والتقدم وترتقي لوصفها بعلاقات استراتيجية في مرحلة هامة في عمر الأمتين، الأمة المصرية والأمة العربية. شكرا جزيلا ضيفي الكريم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد مدبولي خلال الاجتماع حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وبما يسهم في سرعة دخولها الخدمة، سعيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عرضا يتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في هذا القطاع. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية. خلال اللقاء شرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية، وأوضح الشربيني في هذا الصدد آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، ويتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية ما عدا الصناعية والورش، وذلك على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر للشركات المصرية. انطلقت فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 13 بدولة اليونان، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي
والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب. يتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية، بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راق في مختلف التخصصات. أجرى وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة. خلال الاتصال شدد عبد العاطي على أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلي. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. كما أعرب وزير الخارجية عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة اليونافيل الأممية بجنوب لبنان وأهمية تكثيف إمدادات لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية بعد نزوح أكثر من مليون لبناني. استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الوزري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الإنسان في مصر. هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن كبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل قولهم بأن إسرائيل تواجه نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية. وقالت المسؤولة السابقة في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية دانا سترول، قالت إن مشكلة الذخائر الإسرائيلية خطيرة، مشيرة إلى أنه إذا ردت إيران على هجوم إسرائيلي وانضم حزب الله أيضا فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي سوف يستعد. ووفقا للمسؤولين التنفيذيين في الصناعة والعسكريين السابقين والمعلقين، تعتمد إسرائيل على المساعدات من الولايات المتحدة لسد الفجوات في نظام الدفاع الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة التصعيد الإقليمي. هذا وأعلن نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تيد شيبان أن نحو 1.2 مليون طفل في لبنان باتوا محرومين من التعليم، كما نزح أكثر من 400,000 طفل في الأسابيع الثلاثة الماضية. عبرت المنظمة الأممية عن أسفها لضياع جيل كامل في لبنان بسبب الظروف الراهنة. As we sit here today، بينما نجلس هنا اليوم هناك 1,100,000 طفل حرموا من التعليم، مدارسهم العامة إما بات من الصعب الوصول إليها أو تضررت بسبب الحرب أو تستخدم كمأوى للاجئين. آخر شيء تحتاجه هذه الدولة بالإضافة لكل ما مرت به هو خطر ضياع جيل. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل لبنان والضفة الغربية. أضاف أمير قطر في افتتاح مجلس الشورى، أضاف أن إسرائيل تمضي قدما في مخططاتها لأنها ترى أن المجال متاح لذلك.
لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية، ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاحا لذلك. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الاحتلال الإسرائيلي وظف العلم والتكنولوجيا في تدمير البشر والحجر في دولة فلسطين. وخلال كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة رقم 149 للاتحاد البرلماني الدولي، قال رئيس البرلمان العربي إنه على مدار أكثر من عام نرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع كيف يوظف الاحتلال الغاشم قوة العلم والتكنولوجيا في إزهاق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ ويحولهم إلى أشلاء في دولة فلسطين، فضلا عن التدمير الشامل لكافة منشآت البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد حتى مخيمات الإيواء. دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف جميع أطراف الصراع لتنفيذ فترات التهدئة الإنسانية اللازمة في قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال. قالت المنظمتان إن أوامر الإخلاء الجديدة في الشمال تهدد الوصول إلى المستشفيات، وشددت الصحة العالمية واليونيسف في بيان مشترك على ضرورة حماية فرق التطعيم والسماح لها بإجراء الحملات بأمان. وفقا لمنظمة الصحة العالمية نجحت الجولة الأولى من التطعيم والتي امتدت ما بين الأول والثاني عشر من سبتمبر في تطعيم 559,161 طفلا أو ما يقدر بنحو 95% من الأطفال الذين تستهدفهم الحملة. ومع انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، قال نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين أونروا ساموروز إن الوكالة تعمل مع وزارة الصحة الفلسطينية وشركاء الأمم المتحدة بهدف تطعيم نحو 600,000 طفل على مدى الأيام العشرة المقبلة. تستمر قوات الاحتلال في عرقلة ومنع دخول الشاحنات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن الجهود المصرية لا تتوقف في إدخال والدفع بمئات المساعدات من الجانب المصري متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم. ويأتي هذا مع استمرار القصف المستمر لقوات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة ومنع دخول المساعدات لشمال القطاع نهائيا منذ الخامس من أكتوبر. المزيد مع الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ننقل لكم الصورة الخاصة بنقل المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن لننقل هذه الصورة ما زلنا أيضا ننقل هذا القصف المستمر على قطاع غزة من الطيران الحربي والمدفعية وأيضا الدبابات الخاصة بقوات الاحتلال. على مدار اليوم نسمع هذه يعني الاشتباكات المستمرة، ولكن هذه الطيران الذي لا يتوقف صوته على الإطلاق على مدار اليوم، وأيضا استمرار الضرب الخاص بقطاع غزة بشكل عام بجميع أنواع الأسلحة نسمعه هنا، وأيضا في بعض الأحيان نستمع للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال على مقربة من جنوب رفح الفلسطينية وتحديدا في الناحية الشرقية، وبعض الأحيان نسمع هذه الاشتباكات في الناحية الغربية لرفح الفلسطينية. ولكن هذا لا يمنع استمرار المجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر
معبر كرم أبو سالم، نتحدث عن دخول حتى الآن 87 شاحنة دخلوا بالفعل إلى الناحية الأخرى إلى معبر كرم أبو سالم. أفرغت يعني عشرات الشاحنات حمولتها، ولكن ما زالت هناك عدد كبير من الشاحنات متواجد هناك ولم يعود أدرجه حتى الآن، ولم يدخل أيضا إلى قطاع غزة. بالإضافة لهذه الشاحنات أيضا يدخل عدد من شاحنات الوقود وتحديدا شاحنات السولار والغاز الطبيعي. أفرغت 4 شاحنات للغاز حمولتها بالفعل في الناحية الأخرى وعادت إلى الأراضي المصرية. ولكن إذا رصدنا أيضا أنواع هذه الشاحنات الإغاثية التي تدخل، فتدخل شاحنات محملة بمواد غذائية، مواد طبية، مستلزمات خاصة بالمعيشة بشكل عام مثل الحمامات يعني الخارجية وقواعد الحمامات الخارجية. تم رفض بعض هذه يعني الحمامات والقواعد الخاصة بالحمامات، وتم رفض أيضا بعض المواد والمستلزمات الطبية عادت مرة أخرى أدرجها إلى الأراضي المصرية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ولا نعود إليك مرة أخرى. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء. وعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووفدي البلدين، حيث شدد الرئيس السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيرا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار. من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، أكد الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي ذلك السياق تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة. كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وتم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد. كما شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن في المنطقة على نحو مستدام. هذا وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. أهلا مجددا. ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تستمع إلى آراء الولايات المتحدة، لكنها تتخذ قراراتها بشكل مستقل بناء على مصلحتها فقط. أفاد بيان أصدره مكتب نتنياهو أن القرار بشأن خطط الرد على إيران بسبب هجوم الصواريخ الباليستية في الأول من أكتوبر سيتخذ بناء على احتياجات إسرائيل. ويأتي البيان ردا على تقرير أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مفاده أن نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل لن تهاجم مواقع النفط أو المواقع النووية الإيرانية.
توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه عام 2016 تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية. وقال المتحدث باسم الأمين العام إنه من المنتظر أن تشهد زيارة التباحث مع الجانب التركي حول الأوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من الطرفين. وضف أنه من المتوقع أن يبحث الجانبين أيضا عددا من الموضوعات السياسية ومنها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا آخذا في الاعتبار الدورة ونشاط تركيا على الساحة الدولية. وأيضا بالنظر إلى العلاقات المتميزة حاليا بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف تركيا الإيجابية إزاء القضية الفلسطينية. وأوضح المتحدث أن أبو الغيط سيشارك في افتتاح الدورة 15 لمنتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي الذي سيعقد بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 118 مليون و 806,755 خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية في 31 من يوليو الماضي. في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، دعا عبد الغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة. شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في فعاليات الدورة 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط والتي أقيمت تحت شعار صحة دون حدود وذلك بدولة قطر الشقيقة. وأكد عبد الغفار أن الصراعات المتفجرة حاليا بفلسطين والسودان ولبنان أدت إلى تعطيل الأنظمة الصحية بشكل خطير وتدهور النتائج الصحية لعدد لا يحصى من الأفراد، مؤكدا أن مصر تتضامن مع أشقائها في فلسطين والسودان ولبنان مقدمة الدعم الإنساني والمساعدة الصحية لتخفيف معاناتهم. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربين اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعي أبراج الداون تاون وبحيرات العالمين كريستال لاجون بمدينة العالمين الجديدة. أكد الشربيني في هذا الإطار ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وكذا المواعيد المحددة لإنهاء أعمال تشطيب الواجهات الخارجية لأبراج الداون تاون والمرحلة الأولى لبحيرات العالمين في مدينة العالمين الجديدة. ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن. وخلال الاجتماع أكد وزير التموين على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقة الدعم. شهد وزير العمل محمد جبران ختام فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع 17 شركة في المنطقة الغربية في محافظة الأسكندرية بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج. تفقد الوزير شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتقى بعدد من العمال وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة بناء الجمهورية الجديدة. كما أكد الوزير على توعية العمال بالشركات بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر والتعرف على مدى التزام الشركة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية.
تفقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة في المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 والتي ستعقد في الفترة من 4 حتى 8 من نوفمبر المقبل. أشار محافظ القاهرة إلى أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة، مضيفا أنه تم وضع قرية الفخار والمجمع الحرفي على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضري الجاري في المنطقة المحيطة بهما. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. ليلى عمر في انتظار حضراتكم وباقة من أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. شكرا لك مصطفى، شكرا دينا، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا. أكد الوزير أن على تضافر جهود البلدين لفتح أفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك بحث سبل إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون فضلا عن نقل وتخزين الهيدروجين الأخضر. يأتي هذا في إطار الربط الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة بما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة. أكد وزير البترول كريم بدوي اهتمام الحكومة بتحقيق تقدم مستمر وتطور واضح لصناعة التعدين ومن ثم زيادة عائداته على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جولة وزير البترول التفقدية لهيئة الثروة المعدنية تخللها اجتماع بمسؤولي قطاع التعدين، وتم خلال الاجتماع تناول مستجدات العمل بالقطاع والعمل على زيادة جاذبيته للاستثمار. استقبلت وزيرة التنمية المحلية منال عوض وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف اللقاء لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة. وفي بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي في المحافظات الثلاث الدقهلية والغربية وكفر الشيخ. استقبلت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط السفير قحطان طه خلف الجنابي سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وأكدت وزيرة التخطيط حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية. من جانبه أكد السفير العراقي أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ويمكن للشركات المصرية أن تسهم بشكل أكبر مع استغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 وذلك بنسبة 1
1.3% ليغلق عند مستوى 30,584 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 7,569 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان وذلك بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10,713 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فقد تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط وذلك في عامي 2024-2025. أما على صعيد التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وذلك بنسبة 3% ليصل إلى $75.19 للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% أيضا وذلك ليصل إلى $71.06 للبرميل. وانخفض سعر المازوت عالميا وذلك بنسبة 44% ليصل إلى $2.12 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل $2.34 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق واستردت المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها في الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ففي أسواق المال الإماراتية بلغت مكاسب سوق دبي المالي 4.17 مليار درهم بينما ربح سوق أبو ظبي للأوراق المالية 19.2 مليار درهم بإجمالي مكاسب بلغ 23.38 مليار درهم. في المقابل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضا 109.54 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال. وأغلقت بورصة الكويت خلال التعاملات على انخفاض مؤشرها العام بنسبة بلغت 1%. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمصطفى ميزار ودينا فكري لكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار نشرة السادسة من على شاشة التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ولي العهد السعودي ومراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. مدبولي يؤكد الحرص على سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مقتل 4 لبنانيين في غارات إسرائيلية على الجنوب ومسؤول أممي يعلن تأييد مجلس الأمن بقاء قوات اليونيفيل في لبنان. وصلنا معكم إلى ختام نشرة السادسة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وطبتم ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.